تشهد الفترة الأخيرة خلال الأعوام الخمسة السابقة عديد من الصراعات التي تدور في الشمال وفي الجنوب، التي أدت إلى نزوح كثير من المواطنين وأيضا الأسر اليمنية، وأيضا نتيجة الظروف المناخية التي حدثت في الأعوام السابقة أدت إلى النزوح إلى كثير من المناطق ومنها مأرب، التي شهدت عدد كبير بما يقارب تقريبا 2 مليون أو 3 مليون، مما جعل الطاقة الاستيعابية لمنطقة أو مدينة مأرب غير قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل، مما شكل ضغط أيضا على السلطة المحلية وعلى الخدمات، ولكن بعون الله سيتم استيعابهم، وتقبلت مأرب هذه الحشود وهؤلاء النازحين من كل المناطق اليمنية من الشمال ومن الجنوب الذين فروا من صراعات ومن ويلات الحروب. وكانت دور المنظمات لا نقول أنها غائبة تماما، ولكن بشكل يعني لا تلبي الاستيعاب ولا تلبي الحاجات ولا تلبي الكميات المهولة من السكان والنازحين في هذه المدينة. ما سمعناه من تقارير حول نزوح الآلاف من أبناء اليمن بأسباب كثيرة، وأهم سبب فيها هو وجود كارثة تيار الحوثي الذي تسبب في القتل والتشريد والنزوح لأبناء الشعب اليمني، وهذه عادة من عاداتهم، فهم في على مدار التاريخ جعلوا أبناء اليمن ينزحون من مناطق إلى مناطق أخرى، حتى أننا وجدنا أن أبناء اليمن يسكنون في أعالي الجبال ويتركون الوديان والأماكن يوجد فيها الماء والزراعة والثمار، وهذا كله هروبا من هؤلاء الأئمة. والآن الحوثي يكرر نفس المصيبة التي عملها أجداده بأنه يجعل أبناء الشعب اليمني ينزحون من أماكنهم، ويعني يهربون من الحروب ومن الفتن ومن المصائب ومن القتل والتشريد الذي يحدث كل يوم من جرائم لهذه الميليشيات الإرهابية. مأرب تستوعب عددا كبيرا من النازحين نتيجة الحرب التي فرضت على الشعب اليمني ونزوح الأحرار من المناطق التي تريد الميليشيا أن تعبث بهم وتفرض عليهم الإملاءات والاستعباد، ونتيجة أنه الحرب ونزوح الكثير من المواطنين من المحافظات التي تعبث بها الميليشيات إلى محافظة مأرب الأبية التي تستقطب الأحرار من أبناء اليمن. من أكبر أسباب مشاكل يعني نزوح المواطنين إلى محافظة مأرب، أول شيء مضايقة الحوثيين لهم سواء اقتصاديا أو نفسيا أو سياسيا، ماذا بأي شكل أنه يضطر الواحد أنه يسافر غصبا عنه. ثاني شيء عدم قدرة استيعاب مأرب، يعني عدم قدرة الاستيعاب أكبر قدر من المواطنين، كما صرحت به المنظمات أنه هذا في عام 2020 أكبر محافظة فيها نزوح يعني بالوطن العربي. ثالثا غياب المنظمات ودورها في يعني مساعدة المواطنين وفي تلبية احتياجاتهم، غياب يعني تقدر تقول شبه كلي.